احنا ليه يا صفوت مش عارفين نتفق؟ ليه كده؟ هو احنا بنحاول نفهمكم، يعني انا اعتقد ان انا دايما بحاول افهم، والرجاله اعتقد كل الرجاله كمان بيحاولوا يفهموا، بس الموضوع صعب شويه. انتوا دماغكم معقده، حاسس ان هي الموضوع محتاج كتالوج يعني عشان نعرف. بالعكس احنا المعامله معانا سهله واحنا واضحين جدا ما وطريقتنا شاء الله. فيها مرونه، انتوا اللي طريقتكم صعبه شويه، احنا مش عارفين نفهمكم، احنا اللي محتاجين كتالوج واتنين وتلاته كمان، ثلاث كتالوجات، ثلاث. ومش هينفع مش هيكفي كمان. امال انتوا دماغكم بقى محتاجه كام كتالوج يعني؟ لا احنا احنا عشان والله نقدر. الطريقه، يعني احنا الطريقه معانا سهله جدا وفيها مرونه، سهل ان انت تفهم اي ست ما على شاء فكره. الله ما ايوه شاء الله. والله. امال ليه في مشاكل يعني؟ ليه الناس مش قادرين، الرجاله والستات في مشاكل كتير، في ناس كتير بتشوف افعال بعض محيره، في حاجات كتيره قوي يعني. الراجل شوية بيحكم عقله أكتر من الست، وأوقات الموضوع ده بيقلب معاه بمشكلة أو جمود، بيبقى طريقته حادة شوية، بيبعد عن حتة العاطفة، والست عاطفية أكتر، يعني بتحكم قلبها شوية وبتبقى مايلة للعاطفة عن الراجل، الحتة دي بقى تعمل بينهم مشاكل. طب ما ماشي، هو العقل، هو تشغيل العقل ده حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ هو حاجة حلوة بس ما ينفعش على طول عقل. وما ينفعش على طول عاطفة. ما هو أنا لو مشغل عاطفتي على طول ومشاعري هي اللي تقويني، هتلاقي في قرارات كتيرة جدا في الحياة احنا مش قادرين ناخدها أو ما بنعرفش ناخدها صح، طول ما العاطفة هي اللي مسيطرة. بس ما احنا مش هنخلي العاطفة تسيطر على طول، بس برضو الرجالة المفروض يبقى في حتة عاطفة عندهم شوية، احنا عندنا على فكرة هي كل فين؟ حاجة مش والله، بنتأثر موجودة. وبنحب وعندنا عواطف ومشاعر وكل حاجة، بس هي الفكرة ان احنا بنعرف نفصل بس. لا بس العاطفة عندكم مستخبية مش واضحة قوي، يعني بتحكموا عقلكم ممكن انت تكوني زيادة عن بتقولي كده اللزوم. عشان انتوا بتحكموا العاطفة زيادة عن اللزوم.